يمكن اجي لك كابتن حسن. يعني الرجبي طبعا لعبه من الالعاب الجديده على مصر. يعني مظبوط. احنا بنشوفها دايما بره. مظبوط. ولكن يعني ابتدينا الفكره جت منين ان احنا ناسس اللعبه دي في مصر؟ بص، هي اللعبه كانت موجوده في مصر من يعني احنا عندنا صور تذكاريه لماتش فريق ما بين فريق نيوزيلندا ومنتخب مصر اللي هو كان مختلط ساعتها سنه 1942 في استاد اسكندريه. يعني فاللعبة كانت موجودة في مصر، موجودة بتمارس من قبل الجاليات الأجنبية وبشكل طبعا أقل من مصريين مختلطين يمكن بالجهات الأجنبية، بس اللعبة موجودة في مصر من ساعتها. دي صورة تذكارية موجودة في استاد اسكندرية وتمت ممارستها بالشكل ده وبشكل ودي في تجمعات اجتماعية أكتر ما هي رياضية. يمكن عشان الوقت ده كان الإنجليز موجودين في مصر، موجود في مصر حتى بعد ما مشوا. في كان في نادي القاهرة للرجبي متأسس من الستينات، ده بقى نادي اجتماعي ولغايه دلوقتي موجود الى الان، وبيمارس اعضاء بيمارسوا رياضه الرجبي وبيروموا بسفريات، يروحوا يسافروا يلعبوا في كذا حته باسم يعني موجود في النادي. موجود في النادي والناس موجوده طول عمرها حتى، وكان في دايما نادي مختلط ما بين مصريين واجانب. نعم. الوضع اختلف من اول ما ابتدت اسكندريه يبقى فيها نادي للرجبي، ده يعني انا فخور من كنت من الجيل ده، بقى فيها نادي الرجبي برده كان مختلط، بعد كده زاد نسبة المصريين، بعد كده بقى في ماتش شهري ما بين فريق اسكندريه وفريق القاهره، وده كان الماتش الوحيد اللي بنلعبه يعني السنه كلها. لا كنا بنلعب كل شهر. يعني مش قصدي يعني الفرقتين بيلعبوا طول السنه. هم مفيش غيرهم. تمام. بعد كده الموضوع ابتدى يكبر، ابتدى يبقى فيه زخم كبير فتحصل لاسكندريه كذا فرقه اتكونت في نادي الطيران وغيره، وفي القاهره بقى في نادي في الجامعه الامريكيه اللي هو دلوقتي النهارده روان ثالث جيل تقريبا بيلعبوا هناك. بس وبعد كده ابتدى ان احنا نتحرك ان احنا ننظم نفسنا بشكل افضل، احنا عايزين ناسس نفسنا كاتحاد رسمي، وابتدت بقى مشوار طويل بقى. اسستوا الاتحاد امتى؟ الاتحاد اشهر رسميا في 23 ابريل 2017. يعني وكنا واخدين عليه قبليه موافقه شفويه. ابريل اللي جاي بخمس سنين بالظبط. فاحنا حضرنا اول، عملنا اول انتخابات، كان اول واحده كان طبعا قرار لغايه الدوره الاولمبيه، بعد كده خدنا اربع سنين، والنهارده لسه مخلصين انتخابات تاني مجلس الانعقاد. بالظبط. طب هو انتوا اتحاد اولمبي ولا غير؟ اتحاد اولمبي. الرجبي لعبه اولمبيه زي ما انت عارف، اتلعبت في دورتين اولمبيين اللي فاتوا. طب انتوا ليكوا يعني هيبقى لكم اتحاد ليكوا صوت في انتخابات اللجنه الاولمبيه اللي جايه؟ طبعا خلاص. احنا اللعبه 29. لعبه 29. صحيح. ويمكن احنا كنا قلنا الكلام ده، وكنا قلنا ان في اربع العاب يمكن ما تاهلتش في الاولمبيات، مش عشان هي لا عشان لسه بادئه، كنا قلنا اتكلمنا عن الرجبي احد هذه الالعاب.